ما شاء الله تاريخ كبير جدا من الانجازات والبطولات سواء المحليه او القاريه. لو النهارده دي رسالتي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لو عايز تحتذي بمثال لاعب محترم، لاعب ادى حياته للنادي الاهلي في الملاعب، عندك الكابتن وليد سليمان مثال يحتذى به. راجل يعني كل حياته واخلاصه للنادي الاهلي. سمعنا الكابتن عادل القيعي وهو بيقول عمره ما ساوم النادي الاهلي، كان دايما مطيع للمدير الفني بتاعه، كان دايما اهدافه مؤثره في مشواره وكانت مؤثره جدا مع النادي الاهلي. تعالوا برضو مع بعض نشوف رساله مهمه جدا بقى من الكابتن وليد سليمان لناشئ النادي الاهلي. الناشئين عندنا تحت بيتكلموا عليا ان انا مثل اعلى، ده حاجه يعني انا فخور بيها، واتمنى كل الناشئين تحت يكون عندهم هدف ويحاولوا يحققوه يوصلوا له. انا عايز اقول للناس ان الناس كتير ما تعرفش انا جيت للاهلي في اختبارات الناشئين مره واثنين وثلاثه، وكنت بوصل للاختبارات النهائيه وبمشي، ما كانش بيحصل نصيب. لكن كان عندي هدف ان انا اوصل النادي الاهلي صغير كبير، الحمد لله وصلت النادي الاهلي وكان حلم حياتي. بتمنى كل الناشئين ان هم دايما يحط هدف قدامه ويحاول يوصل له، مش من اول حاجه يقع او من اول حاجه يستسلم، لازم يحارب لاخر، زي ما احنا في الماتش اتعلمنا في النادي الاهلي في الماتش في اخر ثانيه بتحارب عشان تكسب، برضو انت لحد اخر نفس توصل لحلمك وهدفك جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير، اي حد يتمنى يكون موجود فيه ويستغل الفتره اللي هو موجود فيها كان في الناشئين، وربنا يكرمه ويتصعد فوق، دي هتفرق معاه كتير جدا. ويحاول زي ما قلت ان يحط هدف قدامه ان هو يوصل كمان يبقى مثل اعلى لفخر مصر محمد صلاح او اي لاعب تاني. انت بتلعب في منظومه كبيره جدا، اي حد في الشرق الاوسط يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي. حته الماديات دي دايما تحطها ان هي ده رزق بتاع ربنا، هيجي لك جوه النادي بره النادي، هيجي لك في حاجه تانيه بعيد عن الكوره، كل حاجه بتبقى رزق. حب الناس ده رزق، لما ربنا يرزقك تتجوز يبقى عندك اولاد ده رزق، لما يكون ربنا يخلي لك والدك ووالدتك ده برضو رزق، ربنا مخلي ناس كتير جدا حبايبك اصدقائك وانت صغير، ده كله ده رزق. يعني ما تحسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما حاجات تانيه، احسبها دايما تاريخ وبطولات. انت لو ممكن تاخد في اي نادي تاني فلوس او تسافر بره تحقق فلوس، بس مش تحقق بطولات. يعني لما تيجي تبطل مش هتلاقي نفسك تاريخ، التاريخ اهم من الفلوس. لما تقعد كده قدام اهلك واولادك تفتخر باللي انت عملته، ببطولاتك، بتاريخك، بانجازاتك، ده كل ده حاجات احسن من الفلوس. وزي ما قلت لك ان الفلوس هتيجي ان ده رزق مكتوب عند ربنا، فلوسك هتكون يعني دي حاجه هتجيلك يعني. لكن البطولات والتاريخ ده بيبقى صعب، وفي مقوله بيقول لك يعني يعني الفلوس سهل، لكن البطولات يعني سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات او تعمل تاريخ. دي حاجه انا يعني دايما بحب المقوله دي، ان فعلا يعني سهل ان انا ممكن اعمل فلوس في اي حاجه، لكن صعب ان انا اعمل تاريخ وبطولات غير من خلال نادي كبير زي النادي الاهلي. الموضوع في الاخر طلع ان وليد سليمان خاتم سليمان، لا هو مش موضوع خاتم سليمان، هو انا خادم النادي الاهلي. خادم للنادي الاهلي، دي كانت رساله وليد سليمان، كانت رساله سابقه في برنامج الاشبال لناشئين النادي الاهلي. وزي ما بقول لحضراتكم وليد سليمان واحد من الكوادر ان شاء الله اللي هتكون موجوده داخل النادي الاهلي سواء فنيا او اداريا، واحد يعني ان شاء الله هيتجهز علشان الفتره القادمه وهيكون ليه دور داخل النادي الاهلي.